نانسي زبون 27 عاما، أم لثلاثة أطفال، ذبحت على الملأ وفي وضح النهار. قتلت نانسي بعد حضورها جلسة في قضية طلبها الطلاق من زوجها. كانت تسير بأحد أسواق بيت لحم عندما تهجم عليها وطعنها بسكين. كانت نانسي قد طلبت الطلاق من زوجها بسبب العنف وتعرضها للضرب منذ العام الأول لزواج استمر 10 سنوات. أنا بقول حتى الآن لا يوجد لدينا يعني أجهزة عدالة أو أجهزة قضاء قادرة على أن يعني تحقق العدالة للنساء وأن تحقق الحماية اللازمة للنساء. جرائم القتل هي في ازدياد. خلال الأسبوعين الماضيين هناك 4 حالات قتل في الضفة الغربية وغزة خلال أسبوعين فقط. هذا يدلل على أن هناك انتهاك صار لحق النساء في الحياة وحقهن في العيش بكرامة في هذا المجتمع. لا لقتل النساء، لا لقتل النساء، لا لقتل النساء. ما بطلب غير الأدم من جسمه عباس، ما بطلب غير يعد معدام بدش يعدمه، بقدرش يعدمه، يطلعونا إياه، إحنا بنعدمه. هذه جريمة بشعة، جريمة نكراء، جريمة نحتج وبشكل شديد على عمليات القتل، وخاصة ما جرى مؤخرا في بيت لحم وقبلها في طول كرم. ندعو إلى إنزال أقصى العقوبات بهؤلاء حتى يكونوا رادعا لمن تسول له نفسه بالتفكير في مثل هذه العمليات. في السنة الماضية قتلت 13 امرأة في ظروف غامضة من قبل أفراد عائلتهن وفقاً لمصادر حقوقية. وخلال هذه السنة راحت 12 امرأة ضحية العنف، 3 منهن فيما يعرف بجرائم شرف. نبيها وطاس، بي بي سي.